بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 84. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا فيه نهي من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين عن تزوج الكافرات، مشركات والكافرات، وذلك لاختلاف الدين بينهما، لأن الله سبحانه وتعالى قطع الصلة بين المؤمنين والكفار إلا في الأشياء التي لا تتعلق بأمور الدين كالمعاملات المباحة في التجارة وغيرها. أما المحبة بين المؤمن والكافر والموالاة بين المؤمن والكافر إنها لا تجوز، بل تجب العداوة، عداوة الكفار، لأنهم أعداء الله ورسوله. ومن ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة لأنها مخالفة له في الدين، ولأنها تؤثر على أولاده، لأنها تربي أولاده فتؤثر عليهم بالكفر والشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أن الوالدين يغيران فطرة المولود، إذا كان على غير الإسلام فإنهما يغيران فطرة المولود إلى الكفر من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية وغير ذلك من ملل الكفر. فلا يجوز لمسلم أن يتزوج كافرة، وذلك أيضا كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات امتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أي النساء الكوافر الكافرات. وهذا حكم مجمع عليه بين المسلمين أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج كافرة إلا ما استثناه الله من زواج المسلم للكتابية اليهودية أو النصرانية، فيكون ذلك مخصصا لهذه الآية، وذلك كما في قوله تعالى: أحل لكم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، إلى قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي اليهودية أو النصرانية، يجوز للمسلم أن يتزوج منهما لأنهما أهل كتاب وعندهم الإيمان بالرسل في الجملة والإيمان بالكتب في الجملة، بخلاف المشركين
والكفار فإنهم لا يؤمنون بالرسل ولا يؤمنون بالكتب ولا يؤمنون بالبعث. أما أهل الكتاب فيؤمنون بالرسل في الجملة ويؤمنون بالكتب في الجملة، عندهم أصل الإيمان بالرسل وأصل الإيمان بالكتب في الجملة، وإن جحدوا بعض الرسل أو بعض الكتب. وكذلك هم يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالبعث والنشور، لأنهم أهل كتاب. فاليهود عندهم التوراة التي أنزلت على موسى، والنصارى عندهم الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليهم الصلاة والسلام. فيباح للمؤمن أن يتزوج الكتابية بشرط أن تكون محصنة، أي عفيفة في عرضها. والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، بهذا الشرط أن تكون، بل بشرطين. الشرط الأول أن تكون عفيفة، محصنة أي عفيفة في عرضها عن الزنا. الشرط الثاني أن تكون كتابية، إما يهودية وإما نصرانية، وهذا عليه جمهور أهل العلم. وإن كان الأولى بالمسلم أن يتزوج مسلمة، لكن يجوز له أن يتزوج كتابية، وذلك لأنهم أهل كتاب، كما أنه يجوز لنا أن نأكل ذبائحهم وطعام الذين أوتوا الكتاب، يعني ذبائحهم حل لكم، لأنهم يذبحون على الطريقة الشرعية فتباح لنا ذبائحهم، أنهم أهل الكتاب يذبحون على الطريقة الشرعية. فتكون هذه الآية وهي قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مخصصة، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنا، ثم قال جل وعلا ولأمة مؤمنة خير من مشركة. الأمة هي المملوكة، المملوكة المؤمنة تزوجها المسلم وهي خير من المشركة، مع أنها أمة مملوكة. والمشركة قد تكون لها نسب ولها جاه ولها شرف في قومها، ولكن الأمة المملوكة إذا كانت مؤمنة هي خير من المشركة. قد أباح الله للحر أن يتزوج الأمة بشروط، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم. فيجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة مملوكة بشرطين: الشرط الأول ألا يقدر على مهر الحرة، الشرط الثاني أن تكون الأمة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات، الشرط الثالث أن يخاف على نفسه من الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم، خاف على نفسه من الزنا إذا لم يتزوج بالأمة. فيباح له بهذه الشروط أن يتزوج الأمة لأنها مؤمنة. أما المشركة فلا يجوز له أن يتزوجها بحال من الأحوال إلا ما استثناه الله من نساء أهل الكتاب، وذلك لأن الكتابية كما ذكرنا عندها إيمان بالجملة بالكتب والرسل والبعث، فهي مهيئة لأن تدخل في الإسلام، خصوصا أن المرأة تتأثر بزوجها، إذا كان زوجها مسلما سليم العقيدة فإنها تتأثر بأخلاقه وبدينه فتدخل في الإسلام. ففي تزوجه بها تهيئة لدخولها في الإسلام. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، لو أعجبكم جمالها جمال المشركة أو أعجبكم مالها أو أعجبكم حسبها فإنها لا خير فيها، لا خير فيها. فلا ينظر إلى الجوانب الأخرى
إذا لم يكن عندها دين فلا ينظر إلى الجوانب الأخرى المرغبة في زواجها من جمال أو نسب أو مال. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. كما أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة، فكذلك لا يجوز أن يزوج المشرك من مسلمة. لا يجوز أن يزوج مشرك من امرأة مسلمة لاختلاف الدين، ولأن الزوج له سيطرة على زوجته، فإذا كان مشركا فإنه يؤثر عليها ويحرفها إلى الكفر. فلا يجوز لأن يزوج الكافر على اختلاف أنواعه، يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو دهريا أو بعثيا أو قوميا، لا يجوز أن يزوج، أو علمانيا أو مرتدا، لا يجوز أن يزوج الكفار من المسلمات. وكذلك القبوريون الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالأموات ويذبحون للأموات، هؤلاء مشركون، لا يجوز للمسلمين أن يزوجوهم لأنهم مشركون. ولا تنكحوا المشركين، هذا خطاب لأولياء النساء، لا تنكحوا خطاب لأولياء النساء أن يزوجوهن من كفار على اختلاف أصنافهم. ففي هذا دليل على اشتراط الولي، في هذا دليل على اشتراط الولي في نكاح المرأة، لقوله ولا تنكحوا، هذا خطاب للرجال، خطاب للأولياء. فالمرأة لا تزوج نفسها، بل لا بد أن يزوجها وليها أقرب العصبة منها، فإن لم يكن لها عصبة فإنه يزوجها الحاكم المسلم، يزوجها الحاكم المسلم هو وليها. فالمرأة لا تزوج نفسها. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا بد النكاح من وجود الولي الذي يتولى العقد لموليته من النساء، وهذا يؤخذ من هذه الآية: ولا تنكحوا، هذا خطاب للرجال، ولا تنكحوا المشركين على اختلاف أنواعهم. لم يستثن الله شيئا منهم، اليهود والنصارى والوثنيون وجميع الكفار لا يجوز أن يزوجوا من بنات المسلمين بتاتا، فإن زوج فالعقد باطل وهو زنا سفاح، لا يجوز. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ثم قال جل وعلا: ولعبد مؤمن، أي عبد مملوك، يتزوج حرة خير من أن يتزوجها مشرك، ولو كان هذا المشرك، ولو كان ذا نسب أو ذا جاه أو ذا مكانة، ما دام أنه مشرك كافر على غير الإسلام لا يجوز أن يزوج من بنات المسلمين. وذلك لأن المرأة تتأثر بزوجها، تتأثر بزوجها وله سلطة عليها، بخلاف المرأة فليس لها سلطة على الرجل. ولذلك أباح أن يتزوج المسلم كتابية لأن له السلطة عليها، أما أن تزوج المسلمة من كافر فهذا لا يجوز، لأنه يكون له السلطة عليها فيغير دينها
ويحرفها من الإسلام إلى الكفر. ولا تنكح المشركين، هذا لا استثناء فيه ولا يجوز عند جميع المسلمين، لهذه الآية ولقوله تعالى في الآية الأخرى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهنا أمر يجب أن يتنبه له، وهو أن بعض الأزواج يترك الصلاة متعمدا ولا يصلي، هذا لا يجوز أن يزوج بمسلمة لأنه كافر، لأن تارك الصلاة متعمدا كافر خارج من الدين، فلا يجوز أن يزوج من مسلمة. وإن زوج وهو مسلم ثم ترك الصلاة متعمدا فإنه يبطل نكاحه من المسلمة ويفرق بينهما لأنه ارتد عن الإسلام. فإن تاب في أثناء العدة ترد إليه زوجته، وإن لم يتب إلا بعد انتهاء العدة فإنه يعقد له عليها عقد جديد إذا رغب الاجتماع. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا يزوجون. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم قال جل وعلا مبينا العلة في منع تزويج المشركات من المسلمين وتزويج المشركين من المسلمات، بين العلة في ذلك بقوله: أولئك أي المشركون والمشركات يدعون إلى النار، يدعون إلى النار بأعمالهم، فيتأثر المسلم بدعوتهم. فالمرأة إذا كانت مشركة تدعو زوجها وتدعو أولادها إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار، والزوج إذا كان مشركا يدعو زوجته إلى الكفر الذي هو سبب لدخول النار. أولئك يدعون إلى النار، هذا هو السبب في منع التزاوج بين المسلمين والكفار، أن الكفار يدعون إلى النار بأعمالهم وأقوالهم وسلوكهم. فلا يجتمع مسلم وكافرة إلا الكتابية، ولا يجتمع كافرة مع مسلم، لا يجتمع كافرة مع مسلم إلا الكتابية، ولا تجتمع مسلمة مع كافر مطلقة من جميع الأديان، لأنهم يدعون أتباعهم ومن لهم عليه سلطة يدعونه إلى النار. وفي هذا تنفير من تزويج الفسقة، وإن كانوا مسلمين يجوز تزويج الفاسق من المسلمة، لكن الأولى ألا يزوج منها لئلا تتأثر به وبفسقه. فإذا كان كافرا أو مرتدا فهذا بالإجماع لا يجوز أن تزوج منه المسلمة. ثم قال جل وعلا: والله يدعو إلى الجنة، الله جل وعلا يدعو عباده إلى الجنة، إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة رحمة منه سبحانه. ولهذا قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. فالله جل وعلا يدعو إلى الجنة بشرعه وأمره ونهيه وتشريعاته، كل ذلك يدعو عباده إلى الجنة، يأمرهم بعبادته لأن عبادته سبب لدخول الجنة، وينهاهم عن الشرك لأن الشرك سبب لدخول النار.
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي ويدعو إلى المغفرة، إلى أن تتوبوا من الذنوب، يدعوكم أن تتوبوا من الذنوب من أجل أن يغفر لكم ذنوبكم رحمة منه سبحانه لحاجتكم إلى ذلك. أما هو سبحانه وتعالى أو غني عن عباده، كما قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض فإن الله لغني حميد. الله جل وعلا غني عن عباده، عن عبادتهم وعن طاعاتهم، وإنما مصلحة ذلك راجعة إليهم وهم المحتاجون، والله يدعوهم إلى ذلك رحمة منه سبحانه وتعالى بهم. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي يدعوكم لأن تتوبوا من الذنوب حتى يغفر لكم سبحانه وتعالى. فهذا الفرق بين دعوة الله ودعوة الكفار. الكفار يدعون إلى النار، والله جل وعلا يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويبين آياته للناس، يبين آياته كما بين لكم عدم تزويج الكفار من المسلمات، وعدم تزوج المسلمين من الكافرات. هذا من بيانه سبحانه، لأن هذا فيه خطر عليكم وعلى أولادكم، فهو سبحانه بين لكم هذه الأحكام العظيمة. ويبين آياته للناس، لجميع الناس، الله جل وعلا يبين لجميع الناس المسلمين والكفار، ولكن المسلمون يستجيبون ويقبلون هذا البيان، وأما الكفار فلا يقبلون هذا البيان فيكون حجة عليهم. فالله يبين لجميع الناس، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما البيان فإنه عام، فلا أحد من الخلق إلا والله جل وعلا قد بين له، قد بين له طريق الحق من طريق الباطل، وبين له الهدى من الضلال، أقام الحجة على عباده سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون، رجاء أن يتذكروا من غفلتهم فيتوبوا إلى الله ويقبلوا هدى الله سبحانه وتعالى، لأنهم في كفرهم وفي معاصيهم بمنزلة الغافل الساهي. الله جل وعلا يذكرهم من أجل أن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى ويرجعوا إلى رشدهم وإلى صوابهم، فتكون لهم العاقبة الحميدة الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض. المحيض مصدر من الحيض، والحيض هو دم جبلة وطبيعة يخرج من المرأة في أوقات معينة خلقه الله جل وعلا فيها، ويخرج في أوقات معينة من عرق في قعر الرحم يسمى بالعاذل، يخرج منه الحيض. خلق الله هذا الحيض من أجل غذاء الولد، من أجل أن يتغذى منه الجنين في بطن أمه، ينقلب إلى لبن في بطن أمه يتغذى به على طبيعته، وأما إذا ولدته فإنه ينقلب إلى لبن. ولذلك قل أن تحيض المرضعة، وأما في البطن فيتغذى به عن طريق السرة، سرة الجنين تغذى به مدة بقائه في بطنها، ولذلك قل أن تحيض الحامل، لأن حيضها ينقلب إلى يصرف إلى غذاء الجنين في بطنها. الله خلق هذا الحيض لحكمة،
ولكنه أذى لأنه يأتي على المرأة ويمنعها من الصلاة ويمنعها من الصيام، وأيضا يحصل لها الألم به، فهو أذى لكن فيه مصلحة، فيه مصلحة، الله خلقه لمصلحة، وإن كان فيه أذى لكن مصلحته راجحة، لأن الله لا يخلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى. يسألونك عن المحيض. سبب نزول الآية أن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لهم من الحائض إذا حاضر، لأن اليهود كانوا يتشددون في شأن الحائض، فكانوا لا يقربونها ولا يأكلون مما طبخته ولا مما صنعته، ويعتزلونها اعتزالا كاملا. فالمسلمون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله هذه الآية: يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، هو أذى، ولكن خلقه الله لمصلحة راجحة كما سبق. ثم قال جل وعلا: فاعتزلوا النساء في المحيض. اليهود يعتزلون الحائض نهائيا، والله أمر المؤمنين أن يعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض، مخرج الحيض يتجنبه الزوج وهو الفرج، وأما بقية جسم المرأة فيستمتع زوجها به، يضاجعها وينام معها ويباشرها، إلا أنه لا يجامعها في الفرج، في مخرج الحيض. المحيض يعني مخرج الحيض، هذا الذي يتجنبه الزوج من الحائض، وهو الجماع فقط. وأما الاستمتاع بها، وأما ملامستها، وأما أنها تطبخ الطعام وتغسل الثياب، فلا مانع من ذلك، حتى إنها يجوز لها أن تدخل المسجد لأخذ حاجة منه لا للجلوس، تدخله لأخذ الحاجة ولا تجلس فيه، فهذا فيه تيسير على المسلمين مما كان اليهود يتشددون فيه في شأن الحائض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما يحل للزوج من المرأة الحائض، فيما يحل للزوج من المرأة الحائض، أجمعوا على أنه لا يجامعها في الفرج، هذا بالإجماع، وأجمعوا أيضا على أن له أن يستمتع منها بما فوق الإزار، هذا بالإجماع، أن الزوج بما فوق الإزار، واختلفوا فيما تحت الإزار على قولين: قول الأول أنه يجوز له أن يستمتع بما تحت الإزار إلا الفرج فقط، وذلك لهذه الآية: اعتزلوا النساء في المحيض، فلم ينهى إلا عن المحيض وهو مخرج الحيض الفرج فقط. القول الثاني أنه لا يستمتع منها بما تحت الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه، أو الواحدة من نسائه إذا حاضت أن تتزر ثم يباشرها. وكذلك لما سئل ما يحل للرجل من الحائض قال: ما فوق الإزار، فلا يحل له ما تحت الإزار على هذا القول. وقول ثالث أنه يحل له لكن مع الكراهة، كونه يتجنبها أحسن. إذن الأقوال ثلاثة: في ما تحت الإزار أنه يجوز ما عدا الفرج، أنه لا يجوز، أنه يجوز مع الكراهة، يستحب أن يتجنب ما تحت الإزار من باب الاحتياط، كراهة التنزيه.
فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال ولا تقربوهن، لا تقربوهن بالجماع، أما قربانها فيما في غير الجماع فهذا جائز، لكن لا تقربوها في الجماع، ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع الحيض، فإذا انقطع الحيض طهرت المرأة الحائض إذا رأت القصة البيضاء أو رأت النشاف الكامل فإنه يقال طهرت. ثم قال فإذا تطهرنا، يعني اغتسلنا، شوف الفرق بين يطهرنا ويتطهرنا، يطهرنا يعني ينقطع الحيض، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، لأن المرأة الحائض عليها حدث أكبر يجب عليها أن تغتسل عند انقطاعه، مثل الجنب يغتسل. فالله أباح جماع الحائض بشرطين، الشرط الأول أن تطهر من الحيض وينقطع دمها، الشرط الثاني أن تغتسل من الحدث الأكبر، فإذا اجتمع الشرطان جاز للزوج أن يجامع زوجته. وإن وجد شرط واحد وهو انقطاع الدم قبل الاغتسال فلا يحل له ذلك، لا يحل له أن يجامعها، لأن الله رتب إباحة الجماع على أمرين، والمرتب على أمرين لا يحصل بواحد منهما. فإذا تطهرنا فأتوهن، هذا كناية عن الجماع، فأتوهن أي جامعوهن، شوف من حيث أمركم الله، يعني في القبل، من حيث أمركم الله يعني في القبل، ألا يجوز للزوج أن يجامع زوجته من الدبر، هذا لوطية والعياذ بالله، ولا يجوز، فالدبر ليس محلا للوط ولا محلا للحرث، بل هو محل للخبائث. وهنا يقول من حيث أمركم الله، أي من القبل، أما الدبر فإنه حرام، لأن بعض الفسقة لا يبالون فيأتون زوجاتهم من جهة الدبر، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهي لوطية، فإذا داوم على ذلك ولم ينتهي فإنها تفصل منه المرأة، ولا يجوز أن تبقى معه لأنه حيوان وليس آدميا، لأن محل الجماع هو الفرج هو القبل، أما الدبر فإنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وليس محلا للنسل ولا محلا للحرث الذي هو النسل. ثم قال جل وعلا إن الله يحب التوابين، يحب التوابين، الله جل وعلا يوصف بأنه يحب كما أنه يكره وكما أنه يبغض وكما أنه يسخط وكما أنه يمقت، هذه صفات لله عز وجل، صفات فعلية، يحب أهل الطاعات ويمقت أهل المعاصي والشرك والكفر، ويبغضهم ويسخط عليهم ويغضب عليهم سبحانه وتعالى، فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالمحبة، وأنه جل وعلا يحب، لكن يحب من؟ يحب التوابين الذين إذا أذنبوا تابوا إلى الله وسارعوا إلى التوبة، هذا من رحمته سبحانه، يعصونه ويخالفونه ثم إذا تابوا أحبهم، هذا من كماله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، أنه إذا تابوا أحبهم، وما كأنهم فعلوا شيئا، ويعفو عنهم ويغفر لهم، يحب التوابين، والتوبة لا تكون إلا من ذنب ومعصية، فمن تاب تاب الله عليه، ولا يكفي أنه يتوب عليه بل يحبه، هذا من رحمته ولطفه سبحانه وتعالى بعباده.
ولهذا جاء في الآية الأخرى وهو الغفور الودود، الغفور للذنب الودود، مع هذا يحب التائب، وما كأنه صنع شيئا من المعصية إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، هذا فيه إشعار بأن الجماع، جماع الحائض، نجاسة ووسخ، فمن تجنب جماع الحائض فهو متطهر، والله جل وعلا يحب المتطهرين. كذلك الذي يقتصر على إتيان المرأة في قبلها هذا متطهر، والذي يأتي المرأة من دبرها هذا متنجس والعياذ بالله، لا يحبه الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين من الأدناس الحسية والمعنوية. فمن الحسية إتيان المرأة في دبرها، هذه نجاسة، والله لا يحب من فعل ذلك. وكذلك الأنجاس المعنوية كالشرك والكفر والمعاصي، هذه كلها نجاسة معنوية. إنما المشركون نجس وصفهم بالنجاسة المعنوية. فمن تاب إلى الله تطهر، من تاب إلى الله تطهر من الذنوب، ومن ترك الحرام تطهر من الحرام، ومن ذلك إذا ترك جماع الحائض وهي حائض، وترك إتيان زوجته من دبرها فهذا متطهر. ولهذا لما نهى لوط عليه السلام قومه عن فعل الفاحشة في الذكران، لأنهم كانوا يأتون الفاحشة ويأتون الذكران من العالمين، لما نهاهم عن ذلك ماذا قالوا؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم. وش السبب؟ إنهم أناس يتطهرون عن هذه الفاحشة ويكرهونها وهي اللواط. فدل على أن فعل الفواحش أنه من النجاسة والوسخ والدناءة والخسة والرذالة، وأن تجنب الفواحش أنه من الطهارة التي يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها. فعلمنا من هذا أن وطأ الحائض حرام، وإذا وطئها ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أمران: الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل، الأمر الثاني الكفارة، أن يدفع كفارة وهي دينار مثقال من الذهب أو نصف دينار كما جاء في الحديث، كفارة لما فعله، فيدفع مثقال من الذهب أو ما يعادله من النقود الأخرى أو نصف دينار، هذا على الأقل، الدينار هو الأكمل والنصف هو الأقل، هذه كفارة عن الوطء في الحيض مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فعرفنا من هذا أنه لا يجوز وأنه حرام بالإجماع وطء الحائض حالة حيضها. كذلك الحائض يحرم عليها الصوم وهي حائض، لا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، كذلك لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، تسقط عنها الصلاة. وأما الصوم فيسقط عنها أداؤه لكنها تقضيه من أيام أخرى. وكذلك الحائض لا تطوف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر من حيضها وتغتسل ثم تطوف. كذلك يحرم طلاق الحائض في حالة الحيض، لا يجوز للزوج أن يطلق في حالة الحيض، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن طاهرات من غير مسيس، هذه هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولما طلق ابن عمر
رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، سأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال له صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم يطلقها إن شاء من غير مسيس. فلا يجوز تطليق الحائض، وهذا يسمونه الطلاق البدعي، الطلاق البدعي، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا طلاق بدعي لا يجوز ويحرم ويأثم، لا، ويجب عليها أن يراجعها وأن يمسكها ولا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو وقت الطلاق الذي وقته الله له: طلقوهن لعدتهن. كذلك يحرم على الحائض الجلوس في المسجد، الجلوس في المسجد لا يجوز لها أن تجلس في المسجد، أي مسجد من المساجد، لكن يجوز لها المرور وأخذ شيء من المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة وهي حائض أن تناوله الخمرة من المسجد، والخمرة هي الفراش الذي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فدخولها في المسجد لأخذ شيء ثم تخرج لا مانع منه، إنما الممنوع جلوسها في المسجد وهي حائض. كذلك يحرم عليها مس المصحف وقراءة القرآن وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني المصحف لا يمسه إلا طاهر. وقراءة القرآن كذلك عن ظهر قلب، لا تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لأنها مثل الجنب، عليها حدث أكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تمنعه الجنابة من قراءة القرآن. وكذلك الحائض، لأن الحيض حدث أكبر، فهي مثل الجنابة تمنع من قراءة القرآن، إلا أن بعض المحققين من العلماء قالوا يجوز لها إذا كانت تخاف على ما تحفظه من القرآن، تخاف أن تنساه، فيجوز لها أن تستذكره وهي حائض محافظة عليه لئلا تنساه، ولكن من غير المصحف، تقرأه عن ظهر قلب خشية النسيان، لا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ توجيه النصيحة للنساء اللاتي يجلسن خلف هذا الدرس بالخروج والابتعاد عن الرجال، لأن النساء وسط الرجال في مكان هذه الموعظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا مانع أن النساء تجلس لسماع الموعظة وسماع الدرس، ولكن يكن منعزلات عن الرجال، لا يختلطن مع الرجال، لأن النساء كن يحضرن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة معه ولسماع التذكير، ولكن يكن في مؤخرة المسجد، يكن متأخرات عن الرجال في الصلاة وفي سماع الموعظة، ولا يختلطن مع الرجال. نعم. هل يجوز للطبيب الكافر أن يعمل في صلاة الولادة بالنسبة للنساء المسلمات؟ لا يجوز التطبب عند كافر إلا عند الضرورة، لا يجوز التطبب، تطبب المسلمين عند الكفار إلا في حالة الضرورة، إذا خشي على المسلم من الخطر ولا يوجد إلا طبيب
كافر يجوز عند الضرورة. نعم. يقول: خرج هذه الأيام كتاب بعنوان إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل البدع والأهواء، وذكر صاحب الكتاب أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فهل هذا صحيح؟ نعم، هجر المبتدعة والابتعاد عنهم هذا مطلوب لأن لا يؤثروا على من يجالسهم، خصوصا من الجهال والمبتدئين، يجب عليهم أن يتجنبوا المبتدعة ولا يجلسوا معهم ولا يتلقوا العلم عنهم لئلا يدسوا عليهم الشر. لكن من هم المبتدعة؟ يجب أن يعرف من هو المبتدع، لأن بعض الناس يطلق البدعة على كل من خالفه في رأي، فالبدعة لها ضوابط شرعية ولا يعرفها إلا أهل العلم الراسخين في العلم، هم الذين يعرفون ضوابط البدعة. فما كل من ارتكب معصية أو مخالفة يكون مبتدعا، المبتدع هو من أحدث في الدين ما ليس منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. قال عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالبدعة هي إحداث شيء من الدين بغير دليل شرعي، أو الزيادة في الدين من غير دليل شرعي. نعم. يقول: هل يجوز بعد الانتهاء من العمرة الخروج إلى التنعيم للإحرام وأداء عمرة أخرى للوالد الميت؟ الأحسن لمن كان في مكة أن يبقى في مكة في المسجد الحرام، يطوف بالبيت ويصلي الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، يطوف ويصلي ويعتكف، هذا أفضل من أنه يخرج للتنعيم ويأتي بعمرة. هذا جائز أنه يخرج ويأتي بعمرة، لكن يفوت عليه خيرات كثيرة هي أفضل من العمرة بكثير. وإذا أراد أنه ينفع الميت فإنه يدعو له، وإذا جاء مرة أخرى إلى مكة يأتي له بعمرة. نعم. يقول: ما معنى حديث لا يجتمع في الجزيرة دينان؟ لأن بعض الذين يؤيدون أو يشجعون أعمال العنف والتفجيرات يستدلون بهذا الحديث بوجود الكفار. هذا اللي يخاطب به ولاة الأمور: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. هذا خطاب للولاة الذين لهم سلطة، ما هو لكل واحد من أفراد الناس، هذا لأهل السلطة. لا يجوز أن يمكنوا الكفار من السكنة والاستقرار في جزيرة العرب. أما أنهم يأتون لمهمات ويأتون لعمل فهذا لا بأس به، لأنهم غير مستقرين، وإنما يأتون لعمل يؤدونه ثم يرجعون، ولا يبنون ويتملكون في جزيرة العرب ويستقرون فيها، هذا هو الممنوع. أما إنهم يأتون بأمان أو يأتون بعهد ويدخلون لمصالح مشتركة بينهم وبين المسلمين، هذا أمر جائز ولا يمنع هذا لما فيه من المصلحة للمسلمين. نعم. يقول: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم الإسراء والمعراج؟ لا، الذي عليه الجمهور أو هو الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه، لأن الله لا يرى في هذه الدنيا. ما دام الإنسان على قيد الحياة في هذه الدنيا فإنه لا يرى ربه، وإنما الله جل وعلا يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة عيانا بأبصارهم، لأن الله يعطيهم قوة يستطيعون بها أن ينظروا إلى ربهم. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن ينظر إلى ربه. ولما تجلى الله للجبل اندك وصار ترابا، لما سأل موسى ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني.
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، غشي عليه عليه الصلاة والسلام من هيبة الله عز وجل وجلاله، ولا أحد يستطيع أن يراه في هذه الدنيا. أما بعد الموت في الدار الآخرة فقد تواترت الأدلة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. نعم. يقول أو سائلة تقول: ما حكم العرائس للأطفال وهل هي مباحة؟ صور العرائس إذا كانت على شكل صور آدميين إنها لا تجوز لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور. أما إذا كانت مطموسة الوجوه، ليس لها وجوه وليس لها ملامح وجوه ظاهرة، فلا بأس بذلك لأنها مطموسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع صورة إلا طمستها، وهذه مطموسة الوجه فلا بأس. نعم. هل تجوز الصلاة في مسجد المدخل الذي يؤدي إليه هو نفس الطريق المؤدي إلى مدخل المقبرة؟ إذا كان المسجد منعزلا عن المقبرة بينهما فاصل من أرض فضاء أو شارع فلا مانع، ولو كان الطريق واحدا إليهما. نعم. نرجو أن تبينوا الحجاب الصحيح للمرأة المسلمة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحجاب الصحيح الشرعي هو أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال، أن تستر جميع بدنها عن الرجال بساتر ضافي واسع ليس فيه زينة وليس ضيقا ولا شفافا، وإنما يكون ساترا ضافيا على جسمها، على جميع جسمها. هذا هو الحجاب المطلوب شرعا. نعم. ما هو الأفضل للميت، أن ندعو له ونتصدق أم نؤدي الحج والعمرة عنه؟ كله مشروع، الحج عن الميت، العمرة عن الميت، الصدقة عن الميت، الدعاء للميت، كل هذا مشروع ولله الحمد. ولا شك أن الحج والعمرة فيهما فضل عظيم، فيهما فضل عظيم لما فيهما من التعب والنفقة والسفر والوقوف في المشاعر، ففيهما فضل عظيم، هما أفضل من الصدقة. نعم. ما حكم الذين يأتون إلى الحرم من أجل أن يسرقوا الناس؟ هؤلاء يرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب ويعصون الله عز وجل في الحرم، والمعصية في الحرم والسرقة في الحرم أشد من المعصية خارج الحرم. قال تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والسرقة من الإلحاد في الحرم، فصاحبها يستحق العذاب الأليم. وإذا ثبتت عليه السرقة بإقراره أو بشهادة الشهود فإنه تقطع يده. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نعم. يقول: أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله، فمتى يكون الجهاد فرض عين؟ ونرجو من فضيلة الشيخ أن يفتنا في هذه المسألة، وهل يجوز أن أذهب إلى العراق للجهاد؟ الجهاد يكون فرض عين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا حصر بلده عدو فإنه وهو يستطيع الجهاد فإنه يجب عليه أن يدافع عن بلده وعن حرماته وعن حرمة المسلمين. الحالة الثانية: إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يفر من الزحف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. المسألة الثالثة إذا استنفره الإمام، إذا أمر عليه ولي الأمر بأن يغزو فإنه يجب عليه الامتثال بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. ما نصيحتكم للفرق المخالفة الذين يبغضون أهل السنة والجماعة؟ وما هي الفرقة الناجية؟ وما حكم الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفرقة الناجية بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذه هي الفرقة الناجية، من كان على ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة، هذه هي الفرقة الناجية. وأما بغض أهل السنة والجماعة أو بغض الصحابة هذا نفاق، هذا نفاق والعياذ بالله. لا يبغض الصحابة إلا منافق، ولا يبغض أهل السنة والجماعة إلا منافق. الله جل وعلا لما ذكر الصحابة في آخر سورة الفتح، في آخر سورة الفتح قال: ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كافر أو منافق، معلوم النفاق والعياذ بالله. نعم. هل ورد شيء عن فضل منتصف رجب أو ليلة 27 أو منتصف شعبان؟ شوه يا أخوان، رجب كله ليس فيه فضيلة خاصة، لا صوم ولا صلاة ولا عمرة، هو كسائر الشهور، إلا أنه شهر حرام يحرم فيه القتال، فهو من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال. وعلى خلاف بين العلماء هل تحريم القتال مستمر في هذه الأشهر أو نسخ بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم، على قولين. والصحيح أن